بخش جيم كتير مساعد بصراحة. وسعد كمان، ما هو سعد برضو كان عنده حاجة في الركبة أعتقد، عنده كان عنده صليبي خلفي بس يعني ما شاء الله، يعني حاجة يعني تحترم بصراحة. راجل بيشتغل كتير جدا، وبصراحة هو أكتر واحد يعني واقف عشان جنبي. مع بعض على طول انتوا الاثنين، انت هو وكريم أعتقد. كريم يعني نجم. زي الاخوات يعني بصراحه. يعني ما اول حتى ما اول لما دخلت من النادي، اول اتنين قابلتهم نيدفيد وسعد مساعد. الصراحه. يعني ما هو الدولابين جنب بعض بتاعهم، وانا سبحان الله قعدت دولابي جنبهم. كان جنبهم. فاول لما دخلت بقى يعني سعد قعد يدخلني في الاجواء واحده واحده. سعد ملوش حل، بيدخل الناس كلها في الاجواء، بيحاول يعني يدخل ككابتن يعني الفريق. اول لما اليو ديانج برضو جه، اول واحد كان معاه قال له اليو لو محتاج اي حاجه انا موجود، احتجت اي حاجه طب بقى بس هو اتكلم. لابس معاه الوش الخشب لسه ولا ولا بياخد منه برضو؟ لا 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 خالص 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 خالص. خالص. لا سعد من الشخصيات سعد المحترمه جدا عسل. جدا جدا، غير دمه الخفيف، هو من اجدع الناس اللي في الفرقه.